الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور في العام الثاني للخيمة الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، يسعدنا في بلدية دبي أن نستضيف المدرب أحمد عبد الرحمن من ضبوي الفلاسي، عضو المجلس الرياضي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس فريق التنفيذ الرياضي بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ناشط ومؤثر في مجال الرياضي، في حوار عن الرياضة خلال شهر الصيام. طبعا في البداية أعرفكم بنفسي، أخوكم أحمد عبد الرحمن من ضبوي الفلاسي، وأنا موجود وياكم إن شاء الله في المبادرة الطيبة اللي يشكرون عليها الأخوان واللي مو بغريب عليهم، دائما بلدية دبي سباقة في تقديم الأشياء اللي هي مفيدة للموظفين وأيضا تقدمهم إضافات. اليوم بتكون إن شاء الله محاور الاستضافة حول النشاط الرياضي بشكل عام وبالتحديد في شهر رمضان. طبعا ما نغفل أن النشاط الرياضي تمتد فوائده على النفسية، على المستقبل. باختصار شديد، إنسان الرياضي بتحصله أقل عرضة للأمراض. قبل لا أتكلم من ناحية نظرية أو علمية، أتكلم من ناحية تجربة عملية. أنا كشخص ما أحب أبتدي يومي إلا بنشاط رياضي، سواء كان بسيط أو عالي المجهود أو حتى يعني مشي، يعني أحصله مؤثر على نفسي. الإنسان اللي يبقى يضمن له مستقبل يعني مليء بالصحة، مليء بالحيوية، مليء بالنشاط، لابد أن يعود نفسه على النشاط الرياضي. بالنسبة لتأثير الرياضة في شهر رمضان، أنا من الحلقات اللي سويتها اليوم، أول شيء أنت شو بتسوي في رمضان؟ يعني بغض النظر عن العبادة كنا ما نختلف عليه، كنشاطك البدني في شهر رمضان أنت شو محضر شو مجهز؟ الأجوبة طبعا بتكون كلها مبنية على أعراف، ببتدي أمشي قبل الفطور، ببتدي أسوي كذي، هاي كلها مبنية على أعراف، بس مو مبنية عليك أنت كشخص. واجباته، الأشياء اللي مطلوبة منه، هاي طبعا تختلف من واحد لواحد. فيعني أنا أوجه لكم نصيحة، في بداية شهر رمضان لابد أنك أنت تحدد لك هدف من البداية، ابني هدف بما يتماشى مع يومياتك. فهذا ما يمنع أن أنت تكون عندك ضغوطات في العمل، ضغوطات أسرية، ضغوطات واجبات أخرى، فننبد أنك أنت يوم تبني الهدف تبني على هذا الأساس. من بعد تحديد الهدف يا أخواني، مثل ما قلت لكم، ندخل في حياتنا نشاط بدني يتناسب معي أنا كشخص، يتناسب مع بنية جسمي، يتناسب مع يومي. من بعد تحديد الهدف، طبعا في أشياء ثانية وتساؤلات كثيرة موجودة اللي نحن متعودين عليها كل سنة من شهر رمضان. متى أمارس رياضة؟ شو نوع الرياضة؟ حجم الرياضة؟ شدة النشاط الرياضي؟ فهاي الأشياء دايركت تتبادر إلى ذهنكم، وإن شاء الله بتكون الإجابة عليها من خلال سرد المحاور اللي موجودة، لأن الجماعة على فكرة حطوا محاور شاملة ضم كل الأشياء أو الأسئلة اللي تتبادر لأذهانكم. طبعاً الكثير من الأخوان موجودين يطرشوا لي الفيديوهات اللي موجودة على أساس أنهم معانا، يعطيكم ألف عافية، وأتمنى أن تكونوا استفدتم اللي قدمنا اليوم، ومشكورين ويزاكم الله خير.